الأفاعي. هذا ما يطلق على الشاب الفلسطيني جمال عمواسي، مربي ومروض الأفاعي المعروف في مدينة رام الله بالضفة الغربية. فهو يربي 100 أفعى، منها ما يزيد طولها على 6 أمتار. كاميرا رؤية التقط عمواسي وزارت بيت الأفاعي. هواية غريبة بعض الشيء، يربي الأفاعي ويتفقدها صباحا ومساء، يقوم على صيدها ورعايتها في مكان خاص لتخليص الناس منها. إنه جمال عمواسي، شاب فلسطيني من سكان مدينة رام الله، يمتلك جرأة فريدة من نوعها. بلشت هاي الفكرة معي بعد ما تعرفت على كل الحياية وأنواع فلسطين الموجودة، فأجتني فكرة أني يعني حابب أني أجيب من أنواع مش عندنا، مش بفلسطين بتعيش، وأربيها عندي زي الأصالات لأنها بتضخم كثير. لم تتردد المستشفيات ولا الأطباء والمواطنون في كل حالة تأتيهم مصابة بلدغ أفعى من استشارة جمال، ليصبح مرجعية معتمدة في كثير من الحالات. يعني حدا يتصل علي مثلا أهل أصحابه، أي حدا انكرس بروح، يعني نادي قبل شهرين كرسته حي جايبينها من ريح الحراش في المنشرية، رحت حكيت للدكاترة أنها سامة جدا، وكان هو محطوط في الطوارئ مش بالإنعاش. أسعد دراغمي كان محطوط بالإنعاش واللي عضضته حية مش سامة، رحت دخلت على الإنعاش وروحته معي من الإنعاش، يعني أقنعت الدكاترة أنه الحية مش سامة. تحدث إلينا جمال وشرح لنا الأفعى الأخطر في فلسطين، مما جعلنا متشوقين للاستماع إليه. هاي بتخزن على كل جهة 7 أنيار، أنا سويت لها عملية فحفظتها. في ناس بفكروا هنا بين بخلعوهم، بقول لك خلص لها 7 أنيار على كل جهة، يعني 14 نياب، حتى ممكن النياب يخزق الجلد إذا بتمسكها غلط ويصيب إصبعك. حكيت تحت الأنياب هذول تمها، في كمان نياب بيكونوا صغار نايمات جاهزة، لو انكسر واحد تطلع بداله. يربي الأفاعي بجانب بيته ويعتبرها جزءا من أفراد عائلته، على خلاف كثير من الناس يخافون رؤيتها حتى من بعيد، فأصبح الطبيب والمداوي لكثير من حالات لدغ الأفاعي لخبرته الواسعة في هذا المجال. من مدينة رام الله المحتلة، فرح زحلقة، قناة رؤية. بهذا نصل إلى نهاية النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها.